بيان النشطاء والمؤسسات المجتمع المدني في ظل تردي الأوضاع المعيشية والظروف الأمنية وإطالة مدى النزاع الليبي وعدم التوصل لاتفاق بشأن تعثر المصالح الوطنية والمسارات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والحقوقية، ما بات يهدد سلامة التراب الليبي وحدته، ونتيجة للتدخلات الخارجية أوقعت إلى المزيد من الانقسامات السياسية بين الأطراف الليبية، فإننا نؤكد على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والتعجيل بإنجاز مشروع الحوار الليبي تحت إشراف البعثة الأممية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تؤدي إلى خلق أجسام شرعية تقود البلاد إلى بر الأمان وإنجاز المشروع الدستور وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والخدمية كافة. ونوجه لكل النشطاء والمؤسسات المجتمع المدني والحقوقي إلى الخروج في تظاهرات ووقفات سلمية وحضارية لمطالبة بهذه الاستحقاقات حرة بمدينة باريس السلام اليوم 2/5/2020.